TV. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam binisbati li imam Sheikh Farouk Sengendo laisa indi kalamun kathira illa du'a'u ad'u lakum ikhwana min al-Qatari jumhuriyatu Qatar al-Arabiyya li bima qaddamta lana bima qaddamtum lana من المواد الغذائية وما إلى ذلك من هذه الأمور بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ جمهورية القطر اللهم احفظ جمهورية القطر وشعب القطر وشعب القطر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم احفظ قطر اللهم احفظ جمهورية قطر الحمد لله رب العالمين بهذه الأطعمة التي أهدوها لنا للإفطار فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eno ye Salam TV. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ففي هذا الشهر المبارك شهر رمضان عام 2018 ميلادي الموافق لعام ذكرني شيخ اسماعيل 2019 لا 1439 من الهجرة النبوية وفي هذه المناسبة الطيبة نتوجه بالشكر الجزيل ونحن هنا في مسجد الصديق في عاصمة جمهورية أوغندا كامبالا الذي يعتبر المسجد الثاني أكبر مسجد في جمهورية أوغندا بعد مسجد المجلس الأعلى الإسلامي فنشكر إخواننا ابتداء بحكومة دولة قطر ونشكر كذلك إخواننا في سفارة دولة قطر في نيروبي ونشكر كذلك شكرا جزيلا المتبرع لهذا التبرع السخي من جمعية قطر الخيرية لهذه المكرمة فما ترونه هنا جزء من هذه المكرمة التي قدمت من جمعية قطر الخيرية لإفطار الصائم وسيوزع
على عدد من المساجد، وسيتولى بعض الأئمة والذين يمثلون هذه المساجد لاستلام المواد الغذائية وتوصيلها إلى المساجد، كما أيضا تم التوزيع في المكان الآخر لبعض المساجد البعيدة. أما المساجد القريبة فستستلم من هنا من مسجد الصديق في كامبالا في جمهورية أوغندا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المتبرعين خير الجزاء. نشكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي جمعية قطر الخيرية خيرا، وإخواننا الذين وصلتنا هذه المواد الغذائية عن طريقهم من سفارة دولة قطر في نيروبي الأستاذ سعود الجيدة، كما نشكر عامة حكومة دولة قطر والشعب القطري الشقيق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل مثوبتهم وأن يتقبل منهم في هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. فإن شاء الله الآن كما ترون سيتم التوزيع في هذا المكان، كما أسلفت ذكرا لأئمة المساجد والذين يمثلونها المساجد القريبة، كما تم في نفس التنظيم للمساجد التي تبعد عن العاصمة. فليتفضل الإخوان للإستلام، ونبدأ بمسجد الصديق التي سيمثلها الأستاذ غلام والإمام. أين الإمام؟ شيخ إسماعيل. شيخ إسماعيل. إنه يسلام.